بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب يكونوا كويسين وبخير دايما يا رب. ان شاء الله النهاردة الفيديو دوت هقول لك على يعني كام حاجة كده، لو شفتهم في فرد حمام موجود عندك يبقى تبيعه احسن ما تخليه موجود عندك، ولو انت بتشتري حمام يبقى اوعى تشتري حمام في حاجة من الحاجات اللي انا هقول لك عليها النهاردة بإذن الله في الفيديو ده. وركز معايا عشان والله الموضوع ده مهم جدا، وناس كتيرة جدا بتقع في الغلطة دي وبتشتري حمام في المشاكل ديت وبترجع تندم ان هي اشتريته وفي الاخر بتضطر ان هي تذبحه. طيب ايه هو الحمام دوت؟ هنشوف دلوقتي مع بعض ونخش دلوقتي على طول في الموضوع او الشرح العملي مع بعض. فيا ريت قبل ما نبدا في الشرح العملي ما تنساش تعمل لايك على الفيديو وتعمل اشتراك في القناه وتفعل الجرس عشان يجي لك اشعار باي فيديو بينزل على القناه جديد. ويلا بينا نبدا مع بعض بسم الله، وما تنساش صلي على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويلا بينا. اول حاجه يا جماعه، الحمام احيانا بيكون في حمام اعمى، او حمام عنده عين بيشوف بيها وعين ما بيشوفش بيها، او حمام يكون عنده ميه بيضاء على عينيه ما بيشوفش خالص او ما بيشوفش كويس. فالحالات ديت لازم تبص فرد حمام زي ده. بص فرد الحمام ده عينه عامله ازاي. ادي عين اهي، وادي العين التانيه اهي، تمام. الاتنين عليهم ميه بيضاء وما بيشوفش بيهم كويس، تمام كده، ما بيشوفش بيهم كويس، نظره ضعيف جدا جدا جدا، تمام. طيب فرد الحمام ده هو طالع من صغره وهو زغلول كده، يعني هي دي مشكلة وراثية طالعة فيه من وهو زغلول، تمام كده. طيب ده بيشوف، بص كده، ده كده ما بيشوفش كويس اهو، يعني طالما بهوشه بايدي كده ما بيتحركش، بص ما بيتحركش خالص، فهو كده ما بيشوفش كويس. فانت لو بتشتري فرد حمام لازم تعمل الحركة دي، تعمل كده على عينه اللي الناحية دي وتشوف شايف بيها ولا لا، تمام. لقيته بيتهش كده وبيبعد اعرف ان هو شايف بيها كويس، تمام. اعمل على الناحيه الثانيه نفس النظام، لقيته بيحرك دماغه وبيبعد عن ايدك اعرف برضه ان هو شايف بيها كويس. طب لقيته ولا بيتهش هنا ولا هنا، يبقى مش شايف ولا بالعين دي ولا بالعين دي، فرد حمام يا اما نظره ضعيف جدا يا اما اعمى. يعني الفرد اللي في ايدي ده يا جماعه بيشوف بس ضعيف جدا، تمام. بيروح على الاكاله وبياكل ويروح على المسقه وبيشرب وبيعرف يكسر على النتايه بس وهو سايب على الارض. طبعا لو جوه السلاكه بيعرف ياكل ويشرب بس ما بيعرفش يكسر على النتايه، فالبيض بيطلع مش مخصب. فاذا ذكر زي ده مشكله، ليه؟ لانه هو ما بيشوفش وهو جوه السلاكه ان هو يكسر النتايه، فهتلاقي دايما البيض بتاعه بيطلع فاضي. فلو انت جبت ذكر زي ده، تمام، لازم تعرف تتعامل معاه، يا اما تسيبه على الارض يا اما تديله سلكه واسعه جدا، تمام كده. انما السلكات العاديه بتاعتنا دي مش هيعرف يشتغل وينتج فيها. فالافضل ان انت بلاش تشتري حاجه زي كده بنفس سعر. فلو انت بتشتري فرد حمام ولقيته بالشكل ده بلاش تشتريه. لو هو بنفس سعر فرد حمام سليم يبقى بلاها منه، تمام. انما انا عشان ابيع فرد حمام زي ده هبيعه مثلا بنص ثمنه او اقل من نص ثمنه. ليه؟ لان هو اصلا في مشكله، المشكله دي مأثره عليه جامد. فرد لو وصل بقى يا جماعه للمرحله اللي هو ما بيشوفش فيها خالص، لو خلاص بقى فرد حمام اعمى ما بقاش يشوف، ففي الحاله اللي زي دي هو مش هينتج، مش هيعرف ياكل، مش هيعرف يشرب. فانت لازم لو وصل عندك فرد حمام ان هو اتعمى خالص ما بيشوفش، لازم ان انت تذبحه. فديت الحاله اللي انا بتكلم فيها ايه؟ حمام اوعى تشتريه لو هو ما بيشوفش كويس او هو اعمى خالص، ولو هو ما بقاش يشوف خالص واعمى الافضل ان انت تذبحه لو هو موجود عندك بالفعل، تمام كده. نخش في الحاجه الثانيه وركز معايا. ما شاء الله لو انت في السوق وبتشتري فرد حمام او بتشتري من غاوي فرد حمام زي ده، ما شاء الله فرد حمام نفاخ اهو زي الفل، انت مش شايف، بس اثبت اثبت اثبت، انت مش شايف عليه اي مشكله اهو. فرد حمام نفاخ 10 على 10 حجم سوبر جامبو، تمام. فممكن انت تكون لاحظت دلوقتي اللي حصل. فرد الحمام ده يا جماعه بص كده، لو مسكناه من وسطه من هنا اهو، بص بيرفرف بجناح واحد اهو، بيرفرف بجناح واحد. طيب الجناح التاني ده ماله؟ بص الجناح التاني لو شلناه منه اهو، ده الجناح التاني مجدول. بص يا جماعه لو مسكناه من الجناح ده اهو بيتفرد، انما الجناح التاني ده ما بيتفردش، هو اخره كده اهو يا جماعه. بصوا معايا كده، الجناح التاني اهو اخره كده ما بيتفردش. يعني فرد الحمام ده ولا بيعرف يطير ولا يعرف يطلع على كرسي ولا يعرف يطلع على سلاكه ولا يعرف يطلع على النتايه. فدي اهم نقطه، لو انت عندك ذكر مجدول تمام اذبحه احسن. ذكر مجدول ما بيعرفش يطلع يكسر على النتايه ويخصب على النتايه، ولقيت البيض بتاعه بيطلع فاضي مره واثنين وثلاثه، يبقى
اذبحه وريح دماغك. انما لو عندك ذكر مجدول وبيعرف يخصب يبقى 10 على 10 خليه ده ذكر برنس، تمام كده. ولو انت بتشتري حمام والفرد اللي انت بتشتريه مسكته كده وجيت تفرد جناحه لقيته ما بيتفردش للاخر، اعرف ان هو مجدول. مسكت التاني وفردت شغال زي الفل اهو، مسكت فرد الحمام من وسطه من فوق كده، بص تحط ايدك الاثنين دول تحت الجناحين من هنا وتمسكه من وسطه وتخليه يرفرف، لقيته ما بيرفرفش بالجناحين يبقى الجناحين مجدولين. بيرفرف في جناح واحد زي ده يبقى في الجناح التاني مجدول. ففرد الحمام ده اوعى تشتريه حتى لو صاحبه قال لك ان هو شغاله بيخصب 10 على 10. لو انت ضامن صاحبه ده ان هو يرجع لك الحمام لو الحمام طلع فيه مشكله اشتري منه على ضمانته. انما لو انت مش ضامن الشخص اللي بيبيع لك ده يبقى اوعى تشتري فرد حمام ذكر فيه جناح مجدول. انما النوت يا جماعه لو جناحه مجدول عادي خالص ولا بيأثر عليها في اي حاجه وبتشتغل وبتنتج، وكان عندي نوتي كتير جناحه مجدول واشتغلت سنين وهي جناحه مجدول. طب الجدله دي ممكن يكون سببها ايه؟ ممكن يكون سببها اي مرض جه لفرد الحمام اثر على المفاصل، حاجه مثلا زي السلمونيلا المفصليه اثرت على المفاصل عملت له جناح مجدول او مكتوف زي ما بعض الغواة بيقولوا، تمام كده. فالحاله الثانيه اللي احنا اتكلمنا فيها ايه؟ الحمام المجدول او المكتوف يا جماعه بلاش ان احنا نشتريه، ولو موجود عندك وما بينتجش الافضل ان انت تخلص منه وتذبحه. تعالوا نشوف الحاله الثالثه مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا دي حمامه نفاخ سودا من حمامي اللي بقاله عندي ممكن 5 6 7 سنين في الحدود دي، من اول الحمام النفاخ اللي جبته وكان شغال عندي، وما شاء الله انا جايبها كبيره شغاله، تمام. فدي يا جماعه لو انت بتشتري حمام ركز على الحاجات اللي انا اقول لك عليها في الفيديو ده. لو انت بتشتري نوتي ركز ان انت تشتري نتايه باين على شكلها وملامحها ان هي لسه شابه لسه صغيره. ليه؟ لان النوتي يا جماعه لما بتعجز بتاخر قوي في الانتاج، بتبقى تقيله جدا في البيض والانتاج، وبتديك حصوايه كل 3 4 شهور 5 شهور مره، وبعد كده بتقطع خالص ولا بتديك حصوايه ولا بتديك حتى قشره حصوايه، تمام. فاللي احنا بنبص عليه في فرد الحمام، بص لما تكون حمامه عجوزه هتلاقي يا جماعه في جلد حوالين بقها من تحت من هنا اهو، في جلد عند بقها من تحت من هنا، الجلد ده هتلاقيه في تخن كده نتوءات كده مكلكع كده تحت بقها من هنا ومن هنا، تعرف ان دي عجوزه. تاني حاجه بنبص عليها صوابع الرجل يا جماعه، الحمام لما بيكون عجوز بيبقى صوابع رجليه باين عليها الخشونه، هتلاقي صوابع رجليه تمام باين عليها الخشونه، هتلاقي ضوافره ممكن تكون في بعض الضوافر كبيره قوي وبعض الضوافر معوجه بقى متنيه بتاع الحاجات دي، بتبين لك برده ان ده كده حمام عجوز، تمام كده. برده في بعض انواع الحمام بيبان الخشونه حوالين جفن العين، خشونه حوالين جفن العين دي بتعرفك ان الحمامه دي عجوزه، تمام. طيب الحاجه الثانيه اللي لازم تاخد بالك منها ان النتايه ممكن تكون مقنصه او مليسه، لما تيجي تجس حوالين يعني عند فتحه المجمع هنا ما بين الشوكتين بتجس كده، اول حاجه لو لقيت الشوكتين مش موجودين يبقى فيها مشكله، لو لقيت شوكه مكسوره والشوكه موجوده يبقى برده فيها مشكله. بعد كده لما بتجس ما بين الشوكتين لو ما لقيتش حجرها فاضي، حجرها اللي هو الحته الفاضيه اللي ما بين الشوكتين دي لو ما لقيتهاش فاضيه يبقى النتاية دي فيها حاجة، يا إما جواها بيضة يا إما النتاية مليسة يعني عندها دهون، يا إما النتاية مقنصة يعني عندها التهاب في الأونصة، وديت برضو بتخليها ما تبيضش وما بتنتجش. هتلاقي حجرها من تحت هنا تمام، الجزء ده كده يا جماعة ساقط ساقط لتحت، يعني الحتة دي منفوخة ومكببة كده ومكلكعة ونازلة لتحت كده، لما تمسك هنا كده وتلاقي الجزء ده واقع كده وساقط اعرف ان دي نتاية يا اما مقنصه يا اما مليسه. انما لو عليها بيضه هتلاقي الملمس هنا ملمس بيضه ما بين الشوكتين دول، ففي الحاله اللي زي كده اشتريها عادي لو هي عليها بيضه. انما لو مقنصه او مليسه او الشوكتين مكسورين او الحمامه باين عليها ان هي عجوزه اوعى تشتريها، ولو هي عندك يبقى ملهاش لازمه واذبحها. لو مقنصه او مليسه او عجوزه خلاص وبطلت تبيض يبقى لو هي عندك برده من الحمام اللي انا بقول لك اذبحه احسن، تمام كده يا جماعه. كده نكون ذكرنا الحالات كلها، ودي اهم حالات لو انت بتشتري حمام او عندك حمام لاحظ عليه الحاجات دي، لو هو في حاجه من الحاجات دي اذبحه او استبعده او خليه حمام تحضين. ولو انت بتشتري اوعى تشتري حاجه من الحمام اللي فيه حاله من الحالات دي، تمام كده، لان في الاخر انت مش هتستفيد منه وهيكون يعني بياكل وبيشرب وما بيديكش انتاج بتمن اكله وشربه.
هيكون عدد عندك على الفاضي ملوش اي لازمه. ما تنساش لو عجبك الفيديو اعمل لايك على الفيديو واعمل اشتراك في القناه وفعل الجرس عشان يجيلك اشعار باي فيديو بينزل على القناه جديد. وكمان ما تنساش تعمل مشاركه للفيديو عشان توصل الفيديو لكل الناس. ولو عندك اي استفسار او محتاجه موضوع نتكلم فيه اكتبوا لي في التعليقات تحت الفيديو وان شاء الله اجهز لك الموضوع انزله لك على القناه في اقرب وقت. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اخوكم مريم التونسي.